أخذ أسماء عديدة ولبس ألوان مختلفة، هو كلاسيكو الجيش الملكي والرجاء البيضاوي. الدورة 18 حكمت عليه بالرحيل إلى الجوار من الرباط إلى مدينة سلا. ولأن الحادث على حساسية كبيرة بين جماهير الفريقين، فالسلطات الأمنية كانت في الموعد وجندت كل العناصر لضبط كل صغيرة وكبيرة والحفاظ على الأمن داخل وخارج الملعب. الجماهير حلت بكثافة، كل يساند فريقه. كل كيعرف كيما نقطة البداية درنا انطلاقة من محطة ديال بوزنيقة مرفوقين بالخلية الأمنية اللي مشكورة على رأسهم السي عبد الطيف المؤدب والسي حميد البحري. الإخوان كاملين جينا في طريق السلام، الترتيبات الأمنية كانت مكتفة، كان زعما صراحة ما كانش اصطدامات، ما كانش هذه من هنا، وكنتمناو في العودة يسود نفس الشكل. أنا المهم أنا اللي كنتمنى في هذه المقابلة اليوم وأنا اللي تحقق نتائج إيجابية، لأن أنا يعني الدم ديالي فيه الجيش الملكي، وكنتمنى ربي أن يعاون الدراري باش يربحوا هذه المقابلة، واللي كنزيد نزكي الجمهور الجيش الملكي أنه باش يتحلى بروح رياضية، لأن حنا اللي كتنتهي اللي يربح في الآخر هي الروح الرياضية. الجيش الملكي والرجاء البيضاوي ينظران للمباراة بنفس الهدف، الظفر بثلاث نقاط والحفاظ على إيقاع النتائج الإيجابية التي حصدها الطرفان في سابق الدورات. بخص المقابلة ديال المقابلة تكون قوية، كتعرف دائما الكلاسيكو ديال الرجل والجيش الملكي يكونوا دائما كتكون فيهم الفرجة وكيكون فيهم التشويق والإثارة. كنتمنى إن شاء الله اليوم كيف حققنا ثلاثة نقاط أمام اتحاد الزمن الخميسات، كنتمنى إن شاء الله اليوم عندنا هدف واحد هو تحقيق ثلاث نقاط. ساغيست أن ماتش دو فوتبول، مونتالمون قلت لي جوار ديالي يبقاو كونسونتري ويبقاو كالم. Sur le volet technico-tactique, on a travaillé par rapport à ce que le Raja a comme point fort ou point faible. On t'alboula ce qu'on a fait pendant au cours de la semaine et tabak sur terrain. On t'alboula le match et qu'on fait le fair play. انطلقت المباراة وكانت الأولوية للجيش الملكي الذي أخذ المبادرة من رجل اللاعب مصطفى اليوسفي، لكنه سدد فوق العارضة. الرجاء بمحاولة جماعية أنهاها وليد الصبار بتسديدته من خارج المربع دون تأثير على مرمى علي القروني. الدقيقة 19 ستحمل تغيير في النتيجة، المهدي النغمي ينجح في تسجيل الهدف لصالح فريقه الجيش الملكي، وفرحة لا توصف في المدرجات العسكرية. رد الرجاء لم يتأخر كثيرا، ضربة ثابتة ينفذها زكريا الهاشمي ورأسية محمد علي بمعمر يصدها القائم بعد انهزام علي القروني. بعد ذلك بدقائق قليلة وتحديدا في الدقة 27 حمزة برزوق سيرتقي فوق الجميع ليوقع هدف التعادل لصالح فريق الرجاء البيضاوي. هذا أهم ما ميز الشوط الأول. الشوط الثاني انطلق أكثر حماس، والجيش الملكي هو صاحب السبق في التهديد، لكن الحارس العسكري هنا كان حاضرا بقوة وتقمص دور المدافع المتأخر. وعلى منوال مشابه تصدى علي القروني لمحاولة عبد الإله الحفيظي، لكن مع اختلاف في طريقة التدخل. غير أن أخطر تهديد خلال الشوط الثاني كان للجيش الملكي، مصطفى اليوسفي أمام المرمى يسدد، لكن خالد العسكري يستأسد في الدود عن مرماه. بعد ذلك بقليل بلال بيات يحاول هو الآخر، وخالد العسكري من جديد في الإبعاد. الدقيقة 77 الرجاء البيضاوي يسجل الهدف الثاني، لكن حكم المباراة يرفضه بداعي تسلل اللاعب عبد الإله الحفيظي. وفي الأطوار الأخيرة وليد الصبار حاول من تسديدة من بعيد، لكن الكرة تذهب جانبا. مباراة مكسرة، كنا كنعرفوا تكون مباراة صعبة بحكم فريق الجيش الملكي اللي عنده لاعبين ممتازين واللي قدمتها واحد المباراة ممتازة. كنشكر عبد الحاج، كنشكر الجمهور اللي جا شجعنا وتا الجمهور ديال فريق الجيش الملكي. الحمد لله كنا كنتمنوا باش نفوزوا في هذه المباراة، ولا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الحمد لله على هذه النتيجة هذه. فالحمد لله كنشكر اللاعبين على المجهود الجبار اللي قاموا به. كنا منظمين فرقات الملعب جيدين، استطعنا نماركيو حنا الاولين، ما حاولناش نحافظوا على الهدف. فريق الرجاء البيضاوي ما كان فريق كبير صراحه، لعب قدم واحد المقابله جيده، مي كنشكر اللاعبين على المجهود الجبار، وكنتمنى من جمهور فريق الجيش الملكي يصبر على الفريق ديالو ان شاء الله، يقول الكلمه ديالو ان شاء الله في هذا الشطر الثاني. المباراه تنتهي بنتيجه التعادل الهدف لمثله، الرجاء البيضاوي برصيد 29 نقطه لا يزال مع زمره الرياده، والجيش الملكي برصيد 22 نقطه يراوح المكان وسط الترتيب.